لقد أبصر جسم الحسين مبضعين، فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر. رأته ونادت: يا ابن أمي ووالدي. زينب رأت وأنت تسمع وتبكي، فكيف حال العقيلة زينب؟ رأته ونادت: يا ابن أمي والدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر شهجا لا أطيقه. أخي إلا في قلبي شهجا لا أطيقه، وقد ضاق ذرعا في تحمله الصدر. أخي التعال جدي وأمي وعن أبي وعن حسن لي سلوة وبك اليسر، متى شاهدت عيناي وجهك شاهد يا وجوههم الغراء والكشف كسر ليس يا بارك الله يا رجاله جبر. أخي علي عزيز أنا أسير مع العدا، أنت يا الموالي أنت يا الزائر، هذه الليلة ليلة الجمعة، بكرة إذا أردت الرحيل من حرم الحسين يصعب عليك، ساعد الله قلب العقيل، تفارق وما ترجع إلى الإمام، تقول له أخي يا علي عزيز أنا أسير مع العدا تبقى بواد الطف يؤلمك يا مأجور يا الحر. تقل أخويا أخويا ودعتك الله يا عيون زجري وخوالا ليباروني يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.